تحت رعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت منافسات مسابقة دوري الجامعات لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 بفوز فريق الجامعة الخليجية على فريق الجامعة الأهلية بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد بن عيسى الخليفة بنادي المحرق الرياضي. وشهدت المباراة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر، وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي، ورئيس الاتحاد البحريني للمدارس والجامعات سعادة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة، ورئيس الجامعة الأهلية سعادة البروفيسور منصور العالي، ورئيس الجامعة الخليجية سعادة الدكتور مهند المشهداني، ورئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الدكتور وهيب الخاجة، وعدد من المدعوين والجماهير. وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجامعة الخليجية بفوز الفريق الكروي للجامعة بلقب مسابقة الدوري، مشيدا سموه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه الفريق طيلة منافسات المسابقة، والتي عكست روح التحدي والإصرار والتركيز العالي لدى اللاعبين على إحراز هذه النتيجة المشرفة، مقدرا سمو جهود إدارة الجامعة في دعمها للفريق وتهيئة الأجواء الملائمة له والتي تكللت بالنجاح في تحقيق لقب المسابقة. وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني للمدارس والجامعات برئاسة سعادة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة في تنظيم هذه المسابقة بشكل مميز، والذي جسد الدور البارز للاتحاد في تنفيذ البرامج الداعمة لتطوير وارتقاء الرياضة المدرسية والجامعية، والذي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في دعم المنظومة الرياضية البحرينية. ومن جانبه عبر رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة عن امتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرعاية المباراة النهائية للدوري، موضحا أن رعاية سموه تشكل دافعا كبيرا للاتحاد وطلاب الجامعات في ختام موسم الجامعات. سمو الشيخ خالد الله يحفظه من يعني تولى زمام الرياضة وهو متابع لجميع الألعاب وجميع الاتحادات جميع الأندية، اليوم موجودة في دوري خاص للجامعات وسبق وكان موجود أيضا للأندية، هذه يعني دعم كبير، وإحنا في الهيئة العامة للشباب والرياضة يعني عارفين شنو يتطلع لسموه، لأن اليوم الأندية والجامعات والمدارس هما ممكن يغذون المنتخبات وممكن يغذون يبرزون مواهب موجودة، وهذه نشاط يعني جدا جميل، لأن اليوم تلقى الجامعات تتنافس وفي حماس في مستوى جدا رائع وأقوال، يعني وجود سمو الشيخ خالد أكيد هذه بروحها نجاح للبطولة. الجامعات والمدارس أي شيء أساسي راح يتم التركيز عليه حسب توجيه سمو الشيخ خالد ومجلس الإدارة، إن احنا نكثف نكتشف في مواهب كثيرة يعني موجودة ولكنها ما برزت يمكن في الأندية. شرفنا سمو الشيخ خالد برعايته هذه النهائي، وأيضا أخواني المسؤولين سواء كانوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
الرئاسة التنفيذية وأيضا اللجنة الأولمبية لأهمية الاستثمار في الرياضة البيئة التعليمية. احنا يعني بتوجيهات سموه اكتشفنا ان البيئة يعني خصبة بأي شيء، يعني من غير بذرة، بس مجرد ان انت تنتبه لها فيها مواهب وفيها حماس وفيها تشجيع. كلمة شكر وعرفان وتقدير أوجهها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على الدعم اللامحدود للرياضة والشباب البحريني. احنا اليوم في احتفالية حقيقة وليس مباراة نهائية، فرحة الجمهور، فرحة الطلاب، أعضاء هيئة تدريسية، كل الدعم للأنشطة الرياضية بالجامعة الخليجية. كعادتها الجامعة الخليجية تميزت في الجانب الأكاديمي واليوم تتميز في الجانب الرياضي أيضا. أشكر سمو الشيخ خالد، وما ننسى ايضا سمو الشيخ ناصر اللي كان بدايه هذا الدوري الحقيقه. اشكرهم واقول لهم خلقتوا في البحرين جو رياضي جميل جدا، وهذه طبعا بتوجيه جلاله الملك الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه، ونشوف بحريننا مزدهره دائما. رعايه سمو الشيخ خالد لدوري الجامعات شيء كبير لنا، واحنا جدا ممتنين ومسرورين جدا لهذا الدوري المتميز، وعلى القائمين فيه جميعا، كل من قام بهذا الدوري شيء متميز. واحنا جامعة التطبيقية يعني حصلنا على الدور الثالث بمجهود، وان شاء الله نعمل ان هذا الدوري يعني يكون مستوى اعلى، ومستوى ترى مو بسهل يعني امانة ان شاء الله، وله مستقبل كبير في دعم الرياضة البحرينية يعني.